بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. متابعين الكرام في كل مكان ينطلق شوطنا الثاني والأول الخاص هنا مشاهدين الأعزاء متابعينا الكرام. بالنسبة أيضا للجعدان الحقائق مسافتنا 3 كيلومترات ضمن إشارة الديوان السادسة. نتمنى التوفيق دائما وأبدا للجميع. نذهب مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط وشعار بن هي تقدم في هذه اللحظات يقدم لنا غياث مع الصدارة الأولى ومسلم بسهيل بن هي العامري يتقدم على الصدارة الأولى بينما المركز الثاني الدخول في هذا اللحظات والتواصل من ثمين وسيف بن عبيد بحلوس بن ذيبان العامري يقدم لنا ثمين على ثالث الأسماء بينما المركز الرابع ياتي هنا شعار بالورع يقدم لنا أرسال وسهيل بن سالم بالورع العفاري بينما هنا الدخول والتواصل في هذه اللحظات هناك من شعار عبد الله بن محمد بن علي الجحافي يقدم لنا لفان في هذا المسار بينما هناك الدخول والتواصل في هذه اللحظات من نيشان وسالم بن محمد بن متعرض العفاري يصل في هذه اللحظات يقدم لنا نيشان على خامس الأسماء بينما المركز السادس هناك الغدوم في هذه اللحظات من شعار بن نوبي يتواصل في هذه اللحظة يقدم لنا جلمود وسعيد بن مخيط بن ناصر بن نوبي العامري يتواصل في هذه اللحظة على سابع الأسماء بينما المركز الثامن والقادم في هذه اللحظة المتواصل في هذا المسار وهذا الاندفاع الواضح وسهيل بن سالم بن غازول العامري يتواصل على ثامن الأسماء تاسع الأسماء هناك شاهين الأحمد بن سالم بن طويرش العفاري وأرى قدوم في هذه اللحظة وتواصل من شعار عبيد بن راشد بن ناصر الدرعي قادم في هذه اللحظة يقدم لنا شعار وانطلاقة المارد بعدما قدم لنا نوعية متابعين الكرام يبحث عن نقطة ثانية ياتي عبيد بن راشد بن ناصر الدرعي ولكن عودة متابعينا الكرام إلى مقدمة هذا الشوط إلى الصدارة الأولى متابعين الأعزاء إلى غياث ياتي هنا على الصدارة الأولى وعلى المركز الأول معبرا عن هذه الإمكانيات معبرا عن هذا الأداء المميز متابعينا الكرام ياتي على الصدارة الأولى ومسلم بسهيل بن هي العامري بينما هنا بينما التواصل مع المركز الثاني والقدوم في هذه اللحظة من ثمين وسيف بن عبيد بن حلوس بن ذيبان الدرعي ولكن وصل هنا أيضا شعار عبيد بن راشد بن ناصر الدرعي هنا ليقدم لنا شعاره وانطلاقاته ما شاء الله يأتي هنا باحثا عن النقطة الثانية ولكن بن حلوس يأتي في هذه اللحظة يتواصل مع المركز الثاني يقدم لنا ثمين وهناك ايضا شعار عبد الله بن محمد الجحافي قادم في هذه اللحظه يتواصل في هذه اللحظات هناك مع لفان ولكن ما شاء الله نفس السيناريو يتكرر مره اخرى مع شعارك يا عبيد بن راشد بن ناصر الدرعي هنا يتقدم ولكن هناك ارى هجوم في هذه اللحظه يتواصل متابعينا الكرام سهيل الرملي بن محمد العامري هنا يصل شعار بوسالم يقدم لنا ايضا هناك والوال قادم في هذه اللحظة مع المركز الثاني ولكن هنا المارد يقدم هذا الاداء وهناك والوال قادم سهيل الرملي بن محمد العامري ولكن والوال النقطة الثانية الشوط الاول للابكار والشوط الاول للجعدان معك يا عبيد بن راشد بن ناصر الدرعي سلام المارد سلام تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار لحظة الوصول المركز الثاني
المركز الثاني كان الدخول مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام من ثمين لسيف بن عبيد بحلول ذيبان العامري. ثالث الاسماء هناك ولوال لعسهيل بالرملي بن محمد العامري وصل مع المركز الثالث. عودتنا بالثاني والناموس لمالك المارد هناك عبيد بن راشد بن ناصر الدرعي. توقيته الزمني كان ايضا 4 دقائق 41 ثانيه 66 جزءا من الثانيه. تهانينا والناموس.